ضحايا التجار في الجالية المهاجرة للنواب المحترمين سادية السادي فالا بوصولة عبد الله أبركي ومحمد أشبون من الفريق الاشتراكي. فليتفضل أحد وضع السؤال. سيدة النائبة. السادة الوزراء، السيد الرئيس، السادة النواب. سيد الوزير، قمتم بزيارة استطلاعية لإحدى دول الخليج العربي على أثر اكتشاف فضيحة الشبكة الإجرامية التي تشتغل في التجار بالمهاجرات المغربيات التي يتم استدراجهن بدعوى تشغيلهن في قطاعي السياحة والخدمات، ثم يتم الإيقاع بهن بعد ذلك في براثن الشبكات التي تعمل على احتجازهن وتجبرهن على بيع أجسادهن. لقد طرحت هذه القضية سؤالاً كبيراً حول دور السلطات الوطنية في مراقبة نشاط المافيات التي تتاجر في البشر، كما تسائل التمثيليات المغربية في الخارج عن نوعية الإجراءات المتخذة لحماية حقوق هؤلاء. لذا نسألكم سيد الوزير عن نتائج الزيارة التي قمتم بها بهذا الخصوص، عن الإجراءات التي اتخذتموها لإحقاق حقوق هؤلاء الضحايا، عن التدابير التي ستتخذونها لمنع تكرار حدود مثل هذه المآسي، وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. أنا فقط بغيت في البداية باش نشير على أنه الزيارة اللي قمت بها بالخليج ما قمت بها على أساس أو مباشرة لمتابعتي تداعيات هذا الملف اللي شرتي له. الزيارة كتندرج في إطار مخطط التواصل مع الجالية المغربية بدول الخليج، وكانت مناسبة باش تعرفنا على واقع الجالية وعلى أهم الانشغالات، وكذلك بلغناهم كل المبادرات والإجراءات اللي تتقوم بها الحكومة فيما يخص القضايا ديالهم. في نفس الوقت كانت مناسبة باش تحدثت مع عدد من الفعاليات حول مواضيع مختلفة بما فيها هذا الموضوع اللي شرت له السيدة النائبة. لا بالشك أنكم لاحظتوا أنه في الشهور الأخيرة هذا الموضوع مطروح، وكان موضوع اهتمام ونقاشات لافع المستوى الإعلامي، وكذلك موضوع مبادرات ما بين عدد الوزارات وكذلك المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. فهو موضوع كان عالجوه بكل الجرأة والشجاعة، ولكن بكل كذلك الرزانة والهدوء دون تضخيم أو دون نفخ في الأمور. ولهذا نذكر أن هناك عدد من الإجراءات وعدد من الالتزامات. أولاً ما يخص التزام بلادنا مع كل المؤسسات اللي كتكافح القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة وبما فيها التجار في البشر والدعارة. ولا شك أنكم على علم أن السنوات الأخيرة المغرب فكك عدد من الشبكات داخل أرض الوطن اللي كتهم هذا الموضوع. أن الإجراء الثانية وهو أن عدد من المؤسسات وعدد من الوزارات في السنوات الأخيرة وفي الشهور الأخيرة تخذوا إجراءات مهمة، لا بالنسبة لوزارة الثقافة اللي اليوم لا تمنح بطاقة الفنان إلا لمن يستحق هذا الاسم. وكذلك على أن وزارة التشغيل حريصة في إطار اتفاقيات اللي كتجمعها مع الدول باش تدقق كل رخص ديال التشغيل وتتابع أو تحرص على أن تكون رخص اللي هي حقيقية ومتفق بشأنها مع الدول التي يعنيها الأمر. المسألة الثالثة وهي أنه اتخذت عدة مبادرات من طرف قنصليات وسفارات مغربية بعدد من الدول، ويمكن لي نأكد لكم بدون دخول في التفاصيل على أنه مجهودات جبارة تبذلت ونتائج مهمة جدا تحققت في تعاون وثيق مع الدول التي توجد فيها هذه المؤسسات. وأضيف بالنسبة للمسألة الثالثة وهو أننا بصدد مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بصدد تحضير ملف متكامل، وحنا تنفكروا في كل أو في نوعية الإجراءات اللي غادي نقترحوها باش نكون
لا نواجه آفة أو تداعيات هذه الآفة. شكراً. ولكن بكل مسؤولية وبكل هدوء. شكراً, شكراً سيد الوزير. شكراً سيد الوزير. هل من تعقيب سيدة النائبة المحترمة؟ وزير على كل إن أنا بالنسبة لي ما يمكن لي إلا باسم الفريق الاشتراكي أنه بالعمل اللي قمتوا به, لأنكم بالفعل استطعتوا أنكم تكسروا الطوق ديال الصمت اللي كان مفروض على هاد الظاهرة الخطيرة. طبعا هاد الظاهرة ماشي فقط بلادنا اللي مبلية بها, هذا إشكال على مستوى العالمي, والمقررة الخاصة في لجنة الأمم المتحدة المكلفة بموضوع العنف ولا تعتبروا أنه موضوع اللي هو خطير وخطير جدا وانتهاك من انتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. بالتالي هذا ماشي موضوع اللي يمكن أننا نستروا عليه, موضوع اللي هو مطروح وكي مع الأسف أنه كيسيء لنا وتيسيء لبلدنا. أنا اللي كنأكد عليه هو أنه المفروض الآن أننا طبعا كل هذاك كل الاجراءات الاحترازيه من تحسيس من دعايه من الى اخره, خاصه الفتيات اللي كي 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 يغرر بهم, ماشي الفنانات. انا ما تكلمتش على هذوك اللي تيقولوا لهم الفنان, انا كنتكلم على الناس اللي كتجيهم يعني عقود عمل حقيقيه اللي كيشتغلوا في السياحه او في الفندقه الى اخره, وكيلقاو راسهم موجودين في هذه الشبكات. اذا انا اللي بغيت نطلب من السيد الوزير هو انه تستمروا في العمل ديالكم, طبعا العمل الاستباقي اللي عندنا مراقبه ديال الشبكات هنا على ارض الوطن وكذلك خارج الوطن. والمساله الاساسيه اللي تنتمنى ان السيد الوزير تقوموا بها هو انكم تعملوا على يعني تسويق الصوره المشعه للمراه المغربيه, لانه بالفعل اصبحت العديد من النساء عفوا ما ساليت ولا مازال ساليتي جوج كلمات يعني, لانه بالفعل انه هذه مناسبه لانه النساء المغربيات سمحوا لك كيضيقوا من هاد الصوره. فرجاء انكم تعملوا على انه كل ما انجزته المراه المغربيه انه يتسوق يعني مفهوم. من شكرا سيده النائبه المحترمه. شكرا.